ولا خشيت البيت وانا عديت. اها جاكم منو فتح الباب؟ جات مرض. ها جات مرض جات مرض وفتح مبلغ الجاهزيه جات مرض وفتحت الباب صح؟ مرض لما جات قلت لها شنو؟ وجات وقال لها ما تضوي انت زحي بعيد ما دارين مبلغ. يلا اها احكي. هو فات صاحبه كده بعيد استخبره كده وما فقه علي واتحسن، لكن باقي دول الثاني ما عارف باقي شنو؟ باقي دول ما عارف. يلا طيب ده مبلد الثاني، الثالث اللي مشيتوا له في البيت بتاع الاستخبارات منو؟ يا ولد ناس ستة ما قلت أربعة أنفار، ما تتجرجر معانا يا. هو إسماعيل. طيب إسماعيل مشيتوا له في البيت. إسماعيل لما دقيتوا الباب جاكم منو؟ جانا أخو. خشيتوا البيت جوا لقيتوا؟ لا. لقيتوا ما في؟ أيوه كان شايلوا الفيضان. ها؟ شايلوا الفيضان. كويس، حتى الرابع اللي مشيتوا له بتاع الاستخبارات منو؟ إسماعيل ومبلي هو عبد الله. عبد الله، عبد الله خشيتوا له وين؟ في بيته. لقاكم منو؟ وشاب سايب في بيتهم مخبين على البيت. اها خشيت البيت جوا لقيته منو؟ لقينا ابو ذات. لقيته ابوه، ابو اللي تكلم معاه منو؟ تكلم معاه الجاهزيه. اها تكلموا معاه الجاهزيه قالوا ليش شنو؟ قال له انه ولد استخبر ابوه كده استخبر. ساقوا الولد؟ اي لقوه؟ وعسي ورا اشتغل معاهم بتاع الاستخبارات؟ تمرد؟ اي تمرد. اشتغل معاهم؟ حلو. البنات المشيتوا المشيتوا دارين تغتصبوها البيت خشيتوا لها في البيت صح؟ خشيتوا لها في البيت ايش ممنوع؟ جارتنا رابحة جارتنا جارتكم هل كان دايرة او داير يغتصبها منو؟ واحد يقول عبد الله. عبد الله ده شنو رتبته شنو في الجاهزية؟ رزيقي. رزيقي رزيقي صح؟ الدلاو على البيت دي منو؟ الدلاع على البيت منو؟ اسمه منو؟ بكري. بكري ده اللي هو بقى جاهز يستنفر. دلاع على البيت ده. جيتوا خش جيتوا جوا لقيتوا منو؟ لقينا ام والابو والام. لقيتوا الابو والام صح؟ قلت لهم شنو؟ جا بكري قال لهم يا اخي دايرين رابحه ولا ما ها؟ قال له دايرين رابحه دي. قال لهم دايرين رابحه. قال له رابحه شنو؟ ما في. ما في. ورابحه هي قاعده اصلا. هي ملبدين. ها؟ ملبدنا ملبدنا. خش البيت خشيتوا البيت الغاوم في البيت جوا منو؟ ما ادرى الخش غاوم منو في البيت؟ الا ابو بس يجي يسال عن غاوم مسكين من الجاهزيه ناسكم الخش غاوم جوا منو؟ قال الا يسوق البيت دي منو؟ واحد ولا عوض؟ عوض خش قال داري يسوق البيت دي عوض ده رتبته شنو في الجاهزيه؟ هذا مستنفر جديد مستنفر من حلتكم داري يخش كان يسوق البيت دي. طيب الثاني اللي كان داير منو؟ داير عبد الله. عبد الله؟ عوض وصف البيت يا عم. عوض وصف البيت، وصف البيت للغايد بتاع الجاهزيه، اسمه منو؟ الغايد اللي كان داير الجا اسمه منو؟ عبد الله. عبد الله، والوصف اسمه منو؟ عوض. عوض. حلو.